مرة تانية أهلا بحضراتكم، ودلوقتي نحن جميعا على موعد مع البروفيسور العالمي والأستاذ الدكتور محمد سعد حامد، أستاذ الغدد الصماء والسكر، وحديث هام جدا. النهاردة هنتكلم عن موضوع ممكن يهم الرجل والمرأة، بس ممكن يكون اهتمام المرأة بيه أكتر شوية. ليه؟ هنعرف النهاردة. حد فينا فكر في علاقة هرمونات الغدد الصماء ونضارته؟ النضاره مش بس يعني مش بس في الوجه، هي انت ممكن النضاره دي مفهوم عام وعباره ومصطلح عام، برضه هنفهم يعني ايه النضاره وايه معايير النضاره، وازاي لما اشوف حد كده اقول ده ناضر الوجه، دي ناضره الوجه. هل هناك معايير؟ هل هناك كده بالكشف الظاهري دليل او دلاله على صحه الوجه؟ إذا اعتبرنا أن النضارة مرادف للصحة، دعوني أسأل كل هذه الأسئلة وغيرها على ضيفي وضيفكم الليلة، وأرحب به سعادة الأستاذ الدكتور محمد سعد حامد. أستاذنا مساء الخير. أهلا أهلا أستاذ هاني، لك طول حميد. ربنا يخليك. أقول أنا إيه بقى؟ ما أنت قلت. أنا قلت، أنا لسه قلت حاجة. طيب. خلينا نبدأ بالسؤال. طب ما نعرف النضارة. نعرف بالظبط كده، يعني إيه نضارة؟ ولما أشوف حد أقدر أقول ده ناضر أو غير ناضر. يعني هي النضارة لو احنا نجتهد جميعا يعني وقلناها هي الصحة. تمام. والصحة هو وجود الشيء في دلالاته أو في أشكاله السليمة. أخبر حضرتك البرفكشن يعني أو الستاندرد. تمام. اللي هو زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلقنا خلقة فسيولوجية. كما يجب أن تكون. أخبر حضرتك. تمام. طبعا النضارة دي شكل وتركيب. يعني لو احنا نتكلم عن النضاره يبقى هتبدا من شعر سيادتك. ده احنا مش عايزين نقول النضاره النفسيه. طبعا. هي في الاخر صحه. صحيح. صحه نفسيه. يبقى النضاره النفسيه وفي النضاره الجسديه. النضاره الجسديه هتنقسم الى شكل ومضمون. الشكل من اول الشعر طبعا، مرورا بالعينين بالوجه، وبعدين بالجسم كله والانامل وكل حاجه. يعني انا الكلام صح لما قلت النضاره مش نضاره وجه فقط؟ لا طبعا، مش وجه خالص. النضاره النفسيه بتنعكس على النضاره الجسديه. صحيح. يعني في حاجتين في الوجه بيتاثروا. الشكل الاستاتيكي للوجه اللي هو الشكل الثابت للوجه، فورمه الوجه، فورمه الوجه، والشكل التفاعلي للوجه اللي هو الاكسبريشن. الشكل الثابت للوجه وهو ان انت تكون على حين غره كده، او يعني وانت مش واخد اي موقف من تأثرات نفسية، وده صعب. اما الشكل اللي هو الديناميك وهو ده الاكسبريشن، دي عضلات لا ارادية بتتحكم في تركيبات الوجه. يقول لك يعني قاطب الجبين او باع يعني او باهت او باهت لا او مثلا اسارير منفتح الاسارير او منبسط الاسارير. يعني عضلات الوجه منبسطه مرتخيه. وده اللي خدوا منه حكايه البوتوكس. ان هم البوتوكس حاولوا يشيلوا التجاعيد وقاطب الجبهه او ال11 اللي بيقولوا عليها او الكرمشه، اللي هي شدت عضله معينه سواء عمليه يعني بطريقه مرضيه او غير مرضيه. وعاده بتكون دي نوع واحد نفسيه، بعد شويه بتبقى بيرمننت او بتستمر على هذا الشكل، فيها استمراريه او فيها او دوام، فيها دوام. لان العضله بتبقى منقبضه، والانقباض ده ناتج عن الضغط النفسي او عدم الارتياح النفسي. بتبقى سمه من سمات هذا الشخص. تمام. ويدي قلنا انبص منبسط الاسارير، فندي علاجات تعمل انبساط للعضلات. الا وهو البوتوكس، ترجعها تاني. البوتوكس بيعمل شلل للعضله بالمناسبه، يعني يعني هو بيشيل العضله كانها مش موجوده، تتحول من عضله انقباضيه الى كتله لحميه او انبساطيه. لا هي مش ما معنى انبسطت سيادتك، هي انبسطت خلاص. واخد بالك، انبسطت قوي. هذا الانبساط يحولها من ان هي تقدر تنقبض وتعمل حركات ممكن ثنايا في الوجه، او تتحول الى كتله يعني لحميه ثابته وساده بين العظم بتاع الوجه مثلا وبين الجلد. يبقى ده الاكسبريشن. ده 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 سايد افكت برضه، مش حاجه كويسه. اللي هو ان انا البوتوكس بخلي بالظبط. ما هو سايد افكت البوتوكس ده، انا مش عايز اطول فيه. البوتوكس ده حضرتك ماده سامه بتطلع من حاجه اسمها بوتولينم توكسينز، موجوده في المواد المحفوظه التي حفظت تحت في غيبه الاكسجين. فهذا الميكروب بيتحوصل اما يكون في اكسجين، يعني في الجو كده يتحوصل، موجود في روث البهايم ومش عارف ايه والكلام ده.
والإنسان والكلام ده كله. ففي الأرض لما يبقى مثلا ياخدوا سمك تونة أو لحوم كاند يعني معبأة دي بيبقى خالية من الأكسجين. فإحنا قلنا أنها بتتحوصل في وجود الأكسجين، يعني طول ما في الشارع دخلت ما لقتش أكسجين تحصل لها فلارشمنت، يعني تبدأ بقى إيه تنشط تفرفرش بقى خلاص ريفريش وتطلع من الكبسولة بتاعتها وتمشي وتتحرك وتبقى يعني مجازا بقول كده وتبدأ تطلع سموم. السموم بتاعتها دي بوتلونيوم توكسين اللي هو البوتوكس. ده الإنسان لو كان الكاندي فود ده بيموت، كان زمان بيموتوا 100 موت محققا، دلوقتي بقى له يعني مضادات ان هي بتلحقه في اعراضه يعني. بيموت ازاي؟ ان عضلات التنفس بتقف، وحينما تقف عضلات التنفس انها تستطيع تنفسك سيادتك جاي من القفص الصدري ومن حجاب الحاجز. ودي برضو لا اراديه، انت مش قاعد بتقول لما اخد نفس واخرج نفس، هو دخل وخارج لوحده وانت نايم بيشتغل، مكنه شغاله الهيه يعني. فهنا العضلات دي بتروح يحصل لها نوع من الشلل، وللاسف ميته صعبه، لان المريض بيكون او المصاب بيكون واعي لاخر نفس في حياته، فمن هنا اختناق ومش قادر يتحط على جهاز التنفس الصناعي طبعا دلوقتي. وبعد كده نديله لو مبكرا بتتلحق يعني. المهم اتخذ هذا السم وتعمل منه البوتوكس بدل بقى ما يبقى عام ويتخذ عن طريق الفم وبعدين يعمل شلل عام، بدا يتخذ على بالمليمترات البسيطه ونحن العضله موضعي الحقن الموضعي بتاكل الشعيرات العصبيه الدقيقه اللي هي بتخليها تنبسط تنقبض اللي بتخلي العضله فتروح منبسطه يشل يفرد بقى الخطين دول يفرد خطين يفرد هنا ينزل ليبيا الفولد مش عارف ايه الكلام ده كله تقعد 6 شهور 4 شهور 7 شهور يعني مش نضاره دايما. انت حضرتك بتحاول يعني ايه ودابيهم بالتي هي الداء يعني كل فترة نيجي بقى حضرتك نقول برضو النضارة ايه شكل الجلد نفسه. الجلد لون وملمس ويعني كلمة شكل هنا اقصد لون لون وحساسية أو يعني لا ما هو الملمس ملمس ملمس واخبار حضرتك وبعدين حضرتك وبريق معناها احنا نقول مساوي كنا بنتكلم في عربية يعني صحيح. صعبة احنا مش محضرين حلقة أساسا لا حقيقي ده فعلا وبريق يعني واحد يقول لك بارقة الوجه وفي عينها بريق مثلا واخبار حضرتك وانها صح وفي عينها بريق لان بريق مبتدا وغنوا لها بريق في عينها وكتبوا في حقها بريق عينيك والكلام مش كده بس مضمومه مبتدا مؤخر دكتور محمد شاعر على فكره كمان ربنا يخليك كبير يعني مش في تخصصه بس يعني بس بالمناسبه يعني. فهو حضرتك يبدا كل الحاجات دي اللي هي المقومات بتاعه الجلد النضر اللي هي من لاستر اللي هو البريق اللي احنا قلنا عليه وبعدين اتنين اللون بتاعه احمر ولا باهت ولا مصفر ولا اي لون تاني او مزرق والكلام ده كله. في حضرتك هو يعني فيلفتي يعني كمان الملمس بتاعه ناعم ولا مدي خشونه كخشونه او زي القطيفه ممكن. بعد كده الويتنس اللي هو الرطوبه هل رطب اكتر من اللازم ولا جاف وهل الجفاف ده معاه سكيلز يعني قشيرات بسيطه أو دقيقه أو جدا او 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 قشره بالظبط بعدين ياتي تركيبات الداخليه للجلد نفسه. الجلد فيه شعرايه بتطلع فيه جهاز عرقي اللي هو ميه العرق فيه جهاز دهني اللي هو سبيشس جلاندس اللي هي ده اللي بيدي البريق الدهن يديك الملمس الجريزي والبريق اللي هو واللمعة. الدهني بدل الكريمات واللمعه بس اي حاجه بتزيد عن حدها وده اللي هنتكلم فيها بقى بالظبط. هو هنا ممكن يحصل سؤال دلوقتي طبيعي وممكن يكون ملايين اللي بيشاهدونا دلوقتي عايزين يسالوه طب يا دكتور هي البشره الدهنيه افضل ولا البشره الجافه؟ خليني اسمع منك الاجابه دكتور بس بعد هذا الاتصال لان كل حلقه بنعتذر للمتصلين فالمره دي يعني مش هينفع نفتح حضرتك. حامد اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. دكتور محمد ربنا يقدرك وتشملنا بعنايتك ورعايتك. انا في موقف خطير جدا وصعب. الصوت يا استاذ حامد. طيب انا الشبكه وحشه عندك جدا يعني يا ريت تعاود الاتصال اهلا بيك بس تكون في مكان فيه شبكه قويه. اعود لسؤالي قبل الاتصال. ممكن الناس يسالوا سؤال طبيعي ايهما افضل البشره الدهنيه ولا البشره الجافه؟
لو انت جيت نقول خير الامور الوسط فهو مظبوط. لان الجريزي يعني او الشكل اللي هو اللامع زاد عن اللازم بيبان ان هو غير طبيعي. والشكل البط بقى اللي احنا قلنا عليه اللي هو فاقد البريق برضه بيبان انه مرضي. وهنا بقى دور الهرمونات على فكره. واللي بيحدد ده حاجات كتير قوي. يعني لون الوش مثلا او لون الجلد بيحددوا الشعيرات الدمويه. فكل ما الشعيرات الدمويه يبقى فيها جواها دم صح يبقى يعني فيها نسبه مدي حمره نسبه هيموجلوبين صح. يعني مفيش انيميا. او ان الشعيرات الدمويه منتشره بطريقه سليمه مفيش امراض مأثره عليها ومعظمها هرمونيه طبعا. او ان الشعيره الدمويه دي حضرتك مش زياده عن اللازم مزاعه لازم هتديك الوش المحتقن الاحمر برضه مش سليم. واخد بال حضرتك احنا عايزين نوصل ان في توزيع الوان على الوجه وده اللي بيعمله الميك اب اللي هو الجماعه بتوع الكوافير. صحيح. في توزيع هلال والوان على الوجه. هو ربنا خلقهم طبيعي بفضل الله تعالى. الوجنتين حمراوتان مثلا. واخد بال حضرتك لكن العينين حوالين العين مش احمر. صحيح. واخد بال يدي ممكن يدي كحله خفيفه احيانا. صحيح. تبقى موجوده. وبيبقى احيانا بتكون طبيعيه. صحيح. بالظبط كده. فقلنا اللي بيدي اللون الشعيرات الدمويه. اللي بيدي حراره الجسم الاوعيه الدمويه الشرايين الصغيره. مش الشعيرات. مش الشعيرات. يديك الدفء بتاع الوش. نيجي نقول الشعرايه اللي بتطلع سواء في الولد ست او الراجل هي لها دور على فكره. قله الشعر في الرجاله ده بيخلوا شكله مش ظريف. برضو وجود الشعر في السيدات بيفتح المسام بتاع الجلد. وازالته الابيليشن يعني اللي هو نزعه ده بيكون ميزه ويمكن حتى الطريقه القديمه افضل من الطرق الجديده. اخبار حضرتك. تمام. اللي بيؤثر على ده كله هرمونز. احنا اتكلمنا على الوجه بس. في برضه اللي بيؤثر على الشكل العام للجسم الى جانب الجلد توزيع الدهون. توزيع الدهن مثلا في منطقه الخصر في منطقه الارداف في منطقه الساقين في منطقه الاكتاف. المناطق دي هرمونات اللي بتحددها. لا هنا لازم اتوقف بقى دكتور. يعني لما بلاقي حد كده زي ما بيقولوا منحوت او منحوته هرمون يا راجل ده بتبقى هرمونات هي اللي عملت الفريم ده. طبعا. او الشكل ده او القالب ده اللي بيحولها لكوكاكولا شيب. اللي هو شكل الكوكاكولا. هو الهرمونات. البنت التي لم تبلغ بتفضل طفله. لا في خصر ولا في ثديين ولا في كتفين ولا فيها يعني منطقه ارداف. ارداف ولا ساقين ولا الكلام ده خالص. ولذلك يتحول من الطفوله الى الانوثه هرمونات الانثويه حتى بالاسم بتاعها. صحيح. ما قلناش النسوانية. واخد بالك. الانثوية. الانثوية يعني انوثة نسائية شياكية. واخد بال حضرتك. هذه الهرمونات لو ما طلعتش بالطريقة السليمة ما نوصلش إلى درجة هذا الجمال. لا أصل النهاردة بعد حضرتك قلته ده حالا دلوقتي ملايين من الستات اللي ممكن تشاهد هذه الحلقة هتقول لك لا ده انا كنت ماشيه غلط ده اصل انا شغاله في الجيم وبنحت او بعمل عمليات نحت او بعمل كذا. موافقين. موافقين. احنا موافقين ان احنا نشتغل بطريقتين حضرتك اللي هو علاج العطب اللي هو الخطا او البوظان بس نصلحه نصلح البيئه التي تحافظ على بقاء هذا الوضع على ما هو عليه. ستيبل بقى. يعني افرض مثلا احنا قلنا البنت لما بتيجي تبلغ بيبدا لها كوكولا شيب ويبدا يبقى لها خصر ولها ارداف ولها مش عارف ايه تحول انثى. واخد بال حضرتك. صحيح. وده تحت تاثير هرموني 100%. هرمونات 100%. وده تصماء 100%. دون تدخلات خارجيه. يعني عايز اقول ما فيش حاجه تانية بتعملها. يعني مش هنديها مثلا مش عارف ايه تعملها. لا 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 هرمونات. ما لهاش حاجه غير كده. يغطيها جلد ناعم ولذيذ. هرمونات ايضا. صحيح. ولو عرفت ان في تداخل يعني مثلا اقول لك الفيتامينز. هل الفيتامينز بتعمل ده لوحدها؟ ابدا. ده في تداخل ما بين الهرمونات والفيتامينات. يعني الفيتامينات احيانا تكون محفز لعمل الهرمونات. واحيانا الهرمونات تكون منشط لعمل الفيتامينات. علاقه طرديه. او علاقه لا ممكن تجانسيه سميها. او علاقه توائميه. هارموني. هارموني يعني مشتركه. علاقه توافقيه. توافقيه. او متكميليه. يعني انت لو عرفت حضرتك ان الجزر ناس تحب تاكل الجزر عشان لونه اصفر. الجزر ده في فيتامين ايه معروف. يقول لك خد الجزر يا اول نظر. ده كلام مظبوط. فيتامين ايه. فيتامين ايه ده اللي موجود في الجزر اسمه الكاروتين. من اسمه كمان. الكاروتين ده يتحول الى فيتامين ايه عن طريق هرمون الغده الدرقيه.
عن طريق هرمون. غده الدرقيه. لو غده الدرقيه مش شغاله كويس الفيتامين ايه مش هيطلع من الكاروتين والناس يصفروا، يبقى بدل ما الجلد يبقى محمر جميل يبقى مصفر كلح. نتيجه عكسيه. عكسيه جدا. عكسيه جدا. عندك بعض الهرمونات الاخرى التي تتاثر ببعض الفيتامينز. يعني الفيتامينز بتدخل في تركيب الهرمون نفسه او الامينو اسيدز لو احنا قلنا اتكلمنا عليها. لان الهرمونات في الاخر اديك مثال الكوليسترول مثلا. الهرمونات الانسويه كلها طالعه من الكوليسترول. من الكوليسترول. هي والكورتيزون والكلام بنسميه ستيرويدز هرمون. فدول كلهم طالعين من الكوليسترول، بس الكوليسترول احنا عاوزين كميات ضئيله جدا عشان تعمل هذه الهرمونات. الهرمونات دي بتعيد توزيع الدهون على مستوى الجسم. وتخليه الانثى انثى بالنسبه للراجل بقى التستوستيرون اللي هو هرمون الذكوره. هرمون الذكوره بيلعب اكتر على العضلات اكتر من الدهون. ولذلك يخفف نسبه الدهون تحت الجلد ويزيد من الكتلة العضلية في الأماكن اللي هي التي تخص الرجل. زي يقول لك عريض المنكبين، قوي مش عارف العضد وعضدين، مفتول والتراي والباي والكلام. ده هم اللي عشان كده بياخدوه غلط. بالك بياخدوا منه جرعات زي على في ناس بتاخد جرعات تستوستيرون مباشرة دون ما هو ما احنا اتكلمنا فيها كتير. دون ان ينتج الجسم هو هذه لا بعد كده مش هيخلف. وممكن كمان ما يحصلوش قدره جنسيه بعد كده في المستقبل كويس. ده الناس فاهمه العكس يا دكتور. لا هو بيديك كاستو ممكن يديك يعني حضرتك هنا الهرمون حضرتك بيشتغل في الاول بكفاءه اكتر من الطبيعي اما تاخده بكميات كبيره. بعد كده بيحصل احنا يعني عاوز اقول ايه، الهرمون ده يا فندم مش انت بتدخله جوه جسمك بيعيش لوحده. بيتعايش بقى او لا، هو له تاثيرات جانبيه على اذر هرمونز، على هرمون اخرى وعلى فيتامينات تانية وعلى مكونات أخرى في الجسم وعلى كفاءة الكبد وعلى كفاءة الكلى وعلى كفاءة القلب وعلى كفاءات أخرى متعددة. هو دخل قاله بكمية عالية يضحك على الناس دي كلها الأول هو عليه كده ويروح مؤدي العمل بتاعه لوحده. فتلاقي زيادة نشاط، نشاط حيوية، نشاط مش عارف عضلاته كبرت الكلام ده، بقية الهرمونات تبدأ تبان. فتلاقيه هو ده زايد عليها، تبدأ يا إما تقل يا تزيد عليه هو. فيحصل هنا التضارب والاضطراب، خناقه بقى داخليه. يعني انت لو عرفت هرمون التستوستيرون مثلا بيعمل يعني يعني نتيجه عكسيه لهرمونات الغده النخاميه التي تسبب او تساعد على تخليق الحيوانات المنويه والتبويض في البنات. التبويض في البنات والحيوانات المنويه في الذكور. يعني التستوستيرون هيخلي الولد ما يبقى بعد كده ما عندوش حيوانات منويه. نعم. ده الناس فاهمه العكس. ما هو الفكرة ان الفهم الخاطئ مصيبة فعلا. لا ما هو التستوستيرون ده المرحلة الأخيرة من نضج الحيوان المنوي. لكن الحيوان المنوي يا فندم بيتخلق في قد إيه؟ 10 دقايق يا ريت. هو بيتحول من خلية ساكنة. يعني خلية ساكنة يعني إيه؟ ميتة. لبتاع بيلعب كده وبيجري له راس وديل. بقى بني آدم بيجري يا راجل، تخيل. هتقول لي في 10 دقايق 120 يوم. يا انتاجه 120 يوم من خليه صامته لا تسوى شيء، تخيلها. سبحان الله. الى حاجه لها راس وعينين وديل وبيلعب وحركة. بيجري وبينجذب وبيبقى ذكر وانثى. عاوز تقولي في 10 دقايق من 90 ل 120 يوم. يا نهار ابيض. المراحل الاولى وكلمه اولى هنا يعني مثلا حط مثلا لمده شهرين. بس ده عايز توضيح. انا لسه جاي حته الانتاج في 10 دقايق دي حضرتك يعني لا انت بتتكلم على الايجاكوليشن اللي هو القصف. بالظبط. القصف حضرتك بري فورمد يعني المصنع جهز الحيوانات المنويه تم تصنيعها. تصنيعها. لا انت ماشي يا بيت في سيريس خط انتاج. في حيوان منوي عمر لسه يعني لو احنا قلنا الاخير ده بقاله 90 يوم او 120 يوم في بس في اول يوم الخلية لسه قدامه 120 يوم واقف في الطابور. وفي بقى اللي من 5 ايام ومن 10 ايام ومن شهرين ومن 3 بس المخزن مليان. خلينا نقول السيرز موجود. بفضل الله. بفضل الله. فوقت الايجاكوليشن بياخد النوع اللي هو الناضج اللي هو خلاص نزل بقى في المنطقه المركزيه الجاهز للقصف. اما الباقي لسه بيتخلق متمسك في بعضه في مراحل انتاج. لا متماسك مع بعضه. مش فري. ما بقاش في الليكويد، ما بقاش في السائل المنوي. واخد بال حضرتك بقى ما بقاش جاهز. ما بقاش جاهز. هم ماسكين في بعضهم، خلايا ماسكه في بعضها زي العقد.
طب هنا اخر حاجه اللي بيجي يلعب بقى معلش اما بيجي يخرج بقى يلعب بينفصل من العقد بقى بعيد عن العقد ده، لكن العقد ماسك ابن يوم ابن شهر ابن 30 يوم ده كله متماسك ما يعرفش يخرج ماسكين بحبل لحد ما يوصل. ايه اللي بيخليه ينفصل؟ لا ما هو خلاص حضرتك في اخر خطوه ما بيتخلق له الديل والكلام ده خلاص هو في اللينكات اللي ماسكه دي هي بتفضل تقل 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 لاخر تبقى صفر. هنا تاثير التستوستيرون ممكن يكون عكسي لو حد بعكس ليه؟ لان المراحل الاولى بتعتمد على هرمون اللي اسمه ال اتش اوف اس اتش اللي اتش اوف اس اتش يعني الاثنين تقريبا يعني جدلا يعني التستوستيرون بيقللهم فما يطلعوش من الخده النخاميه فالافندي يعمل انتصاب حلو قوي تستوستيرون للذكر يدخل له شويه البروستاتا يخليه يبقى له مزاج جنسي عالي لكن المصنع شغال بربع طاقته بربع الطاقه مع تقدم العمر يبقى اساسا ما بقاش يشتغل ده طريقه ان التستوستيرون الذي يبين انه خليك فحوله وقوه جنسيه وكده ويبان ان هو يعني انا عبد العال بطل الابطال بتاع زمان بعد كده يبقى الكلام ده كلام مهم جدا لان ناس كتير لحد قبل ما كانتش بتفسر بالطريقه دي اساسا ما كانتش بتفهم كان متخيله انه حقن التستوستيرون ده زي الفيتامينات كده انا قلت دي مالهاش سايد افكت خلي بالك ال اتش اور اف اس اتش بيزودوا انتاج التستوستيرون بيزودوه ولكن التستوستيرون بيقلل ال اتش اور اف اس اتش والاثنين دول في مثل مصري بيقول لك اللي تزرعه يقلعك ما هي كده لا اصل هو حضرتك ازاي لو ما فيش هذه العلاقه العكسيه ان التستوستيرون هيقلل دول كانوا دول هيبقوا عاليين على طول يعني هم هيزودوه هو يزيد ويزيد لكن ما يزيد عن الزياده الجسم كله كده على فكره حينما يصل الى حد معين هو نفسه يعمل اوتو كنترول الموضوع يعني يحتاج لمزيد من الحلقات بالتأكيد. وليست حلقه واحده ولكن النهارده اتكلمنا وفتحنا المجال عرفنا يعني ايه نضاره لو حبينا نعمل اجابه كده بعد لا بس لازم حضرتك هنقول نظاره لازم يستتبعها قياس هرموني تمام وتظبيطات هرمونيه وتعويض هرموني ان احتاجنا بطريقه امنه على حسب السن او المرحله العمريه والتارجت والغايه اللي احنا عايزينه منها ده مهم جدا يعني ان كيس يعني في هرمونات تتخن الوش في هرمونات ترفع الوش في هرمونات ده الوجه في هرمونات تخلي الوجه حضرتك محمر هرمونات تقلل احتقان الوجه واحمراره فكل حاجه الى جانب الشغل اللي بيتعمل ما بنقولش هو في كلمه في 30 ثانيه العلاج الهرموني لو حبينا ان احنا نعمل نضاره من خلال الهرمونات مستديمه بشكل طبيعي افضل من البوتوكس والتدخلات اللي هي الموضعيه لا حضرتك البوتوكس هيبقى وقته محدود والموضوعي موضوع محدود اذا استعملنا معاه العلاج الهرموني اللي هيشتغل لمده 6 شهور هيشتغل لمده 2 سنين. بشكرك الاستاذ الدكتور محمد سعد حامد استاذ الغده الصماء والسكر على هذه الحلقه اللي اعتقد في كل حلقه دكتورنا بيجيب لنا الجديد اللي ممكن يكون البعض مننا اول مره بيسمعه. بنحاول يكون حاجه ما اتقالتش قبل كده فعلا. وبرضه هيكون لنا لقاءات قادمه باذن الله تعالى مع الاستاذ الدكتور محمد سعد حامد والى هذه اللقاءات بشكر حضرتك شكرا جزيلا. عفوا فتح. ايضا اتقدم لحضراتكم مشاهدينا الكرام بخالص الشكر والتحيه على حسن المتابعه ويتجدد بكم اللقاء ولقاء جديد والطريق الثالث لمثل هذا الموعد تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل هذا هاني الدبان يحييكم. الى اللقاء.